عايزين نقول في حال كتابة الرقم السري ده نفس الرقم السري ده، يبقى الرقم السري بالتأكيد بتاعه متطابقين، يعمل علامة صح هنا، لو مش مطابق يعمل علامة غلط هنا. تمام كده؟ يبقى احنا كليك يمين، محتاج صورتين اللي هي الصح والغلط، ممكن ناخدهم عادي من هنا كوبي ماسك، بس المطلوب ان احنا نعرف الترو اسمه ايه. الترو اللي هو عند الصح واخد 46، ميه 46 تمام، والفولس اللي هو عند الغلط واخد 47 45، يبقى عند الغلط واخد 45. اوكي، هنا التكست مطلوب نعرف التكست 5 اللي هو الكتابة الأولى، الكتابة التانية مطلوب تكست 6. يبقى دي أهم حاجات لازم نحددها في نوت باد. طيب يبقى في الخانة التانية اللي هي تأكيد الرقم بعد الحدث أفضل أبديت، هنقول له إف لو تكست 6، اللي هو تكست 6 ده بتساوي تكست 5 زين، لو بتساوي يبقى مي دوت ايميج رقم 46 تقريبا اللي هو العدد الصح. ايوه دوت فيزيبل دوت بتساوي ترو تمام، وأيضا مي 45 بتساوي فولس. بعد كده مي دوت مي دوت ايميل 46 دوت ريكويري يعني تحديث، وأيضا 45 ريكويري. بعد كده اند اف يبقى مثلا عملت رقم السر 20 والتأكيد بتاعها 20 هيعمل لي علامة صح. لو رقم السر 40 والتأكيد بتاعها 50 هيعمل لي علامة غلط. بس ليه هنا ما خفاش؟ لأن احنا هنا المفروض نعمل المعادلة التانية وهي عدم تحقيق الايه التطابق. يبقى عدم تحقيق التطابق هنعمل هي الإلس، إلس بقى إلس هناخد ده كله هنكرره بنفس الشكل، بس هنعكس الأرقام، بدل ما دي تبقى 6 دي هتبقى 5 ودي هتبقى 6. مش لازم الريكوي تبقى بنفس، ممكن تبقى بنفس الترتيب الريكوي. تمام كده، يبقى احنا كده رقم السري 20 وهنا 20 عمل لي التطابق، هنا 50 وهنا 60 عمل لي الايه الفولس. طيب عايزين طبعا اهم حاجة اللي احنا نحط الاتنين جنب بعض، مهم اوي 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 عشان ايه الشكل البرنامج يبقى محترم. برضك يبقى نفس الحيزة ده لو انت عايز تعملها بالظبط قوي، بس هي مش لازم يعني. يبقى كده ايه خلصنا اول شق اللي هو
العلامات اللي هي يبين لك إذا كنت كاتب رقم سري صح ولا لأ. هنا 20 و20، هنا 30، وهنا 90. عملت غلط. المشكلة بقى لو أنت إيه شلت كده، شلت كده وشلت كده، ما زالت العلامة موجودة. يبقى إحنا إيه الحلقة الجاية هنعملها إزاي لو مربع فارغ يشيل العلامات خالص، العلامات كلها.